السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوة والأخوات. صراحة ما كنتش باغي ندير هذا الفيديو لأنني بعض المرات أرى بعض الأخبار، فأخبار مستفزة. ما كنبغيش يعني فاش كتعصبني كيعصبني شي خبر ما كنبغيش نديره مباشرة، حتى كي كنقولوا نبرد شوية. لذلك في بعض الأحيان ما كنحطش الخبر في الحين ديالو. كاين هذه الدولة التي أصبحنا لا نفهم، يعني هذه الدولة ديال المافيا يعني، والإجرام الذي وصل الآن إلى حد الإجرام في حق الأطفال، كما جاء هنايا عندنا في واحد الخبرين بجوجهم ذكرتهم جريدة اليوم 24. يعني هذه الواقعة كون وقعت في شي دولة أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد لإجرام هذا السلطة وهذا المخزن الذي أصبح يتعامل مع المواطنين كأنما يتعامل مع عدو في حرب. يعني نقرأ لكم بعض ما جاء في المقال ونحاول نعلق عليه. عاش 100 طفل ليلة رعب في مخيم في منطقة وادلو. شنو هو السبب ديال الرعب؟ احنا غادي نشوفوا نواحي تطوان بعد تدخل امني لمنع المخيم على الرغم من توفره على الترخيص. يعني انزال امني يعني من ديال الدرك الملكي ورجال السلطة كما يسمون انفسهم في حق يعني هذا الخبر يقول اكثر من 200 طفل، وهو العدد بالضبط 250 طفل. غادي نشوفوها في المقال الثاني لمنع يعني منع المخيم الذي يتوفر على جميع التراخيص القانونية. شنو هي الاسباب؟ وحنا نشوفوا ماشي غير فقط المنع، هما داخلين عليهم اصلا ما بعد منتصف الليل. يعني كيرعبوهم. نشوفوا كما كنشوفوا في الصورة، اقطعوا عليهم الضوء، اقطعوا عليهم الماء، كما كنشوفوا مجرد اطفال ابرياء جاوا باش يخيموا، صيفطوهم والديهم يدوزوا واحد الوقت ممتع ويتعلموا ما شي حوايج اللي غادي تفيدهم في حياتهم. كما كنعرفوا حنايا المخيمات فيها واحد النظام، وواحد بالاضافه الى الترفيه كيكون واحد الشيء من النظام كيعلموه المؤطرين لاطفال في المخيمات. فاذا برجال الدرك الملكي والسلطات يقتحمون المخيم قرروا قطع الماء والكهرباء، بل أكثر من ذلك قاموا بحجز الأفرشة وإغلاق المطبخ والحجز على المعدات والأواني ديال المطبخ باش ما يلقاوش فين يطيبوا وفين ياكلوا، لإجبارهم على مغادرة المكان. شنو هي الأسباب؟ الله أعلم. نقرأ الأسباب وأنا أرجح أنه غادي يكون صراع على ذاك مكان الإقامة لأنه مدرسة عمومية، فالمخيمات أصبحت تتجه نحو الخوصصة. هي إذا كانوا باغيين يكريو ديك المدرسة لشي مخيم آخر يدفعوا أكثر، والله أعلم مع الموسم الصيفي راكم عارفين شنو كاين. وفي ذات السياق قالت مصادر مطلعة لليوم 24 اليوم الاثنين إن جمعية الرسالة للتربية والتخييم كانت أمس الأحد تستعد لبداية المرحلة الثانية من التخييم في منطقة وادلو باستقبال أكثر من 200 طفل في مؤسسة تعليمية تم الترخيص لها. يعني عندهم الأوراق ديالهم كل شيء أون ريغل، ما كان حتى شي مشكل من قبل وزارة الشبيبة والرياضة لاحتضان المخيم لضعف فضاءات التخييم في المنطقة. وقالت ذات المصدر أن الجمعية أحضرت صباح أمس كافة المعدات الخاصة بها، يعني عندهم المقر ديالهم تعطالهم وتعطات لهم التراخيص التي ستمكنهم من إقامة المخيم. دونك جابوا الماتيريال ديالهم، جابوا الأطفال اللي غادي يخيموا. المصادر يعني من كافة المعدات الخاصة بالإيواء والطبخ، وبدأت في استقبال الأطفال المتوافدين على المخيم من كافة المدن قبل أن تفاجأ إدارة المخيم بحضور رجال السلطة يطلبون منها مغادرة المكان رغم توفيرها. يعني واخا يكون عندك القوانين ديالك، إذا جات السلطة وجا شي حد يعني يتحكم في يعني واحد الكمشة ديال الجدرمية ولا كمشة ديال البوليس وبغى يطبق واحد القانون دياله هو خارج على إطار قانون الدولة التي تعترف به، مادام وزارة الشباب عطاتهم التراخيص باش يقيموا في ذاك المكان، جا شي حد آخر بغى يدير القانون ديالو راه كيديرو. يعني رجعنا للعهد ديال الإقطاعيين القلاوي وبوحمارة اللي متحكم في واحد شي شوية العسكر ولا شي شوية المخزن، يعني يغيرون على القبائل وكيفرضوا القانون ديالهم يعني يسلبونهم ما يسلبونهم رغم توفرها على تراخيص المخيم وحجزت السلطة على معدة الإيواء من أفرشة وأغطية ومعدة الطبخ. يعني ما
خلاهمش فين غادي ينعسوا ولا شي حاجه، يعني الحجز على الافرشه والاغطيه ومعدات ديال الطبخ، ما عندهم فين طيبوا، قاطعين عليهم الماء الضوء، جالسين في الظلام كما كنشوفوا الدراري هنايا جالسين في الظلام. اللي بغى يمشي للطواليت غادي يدبر راسو، هذوك مجرد اطفال، يعني ماشي ما كيفكروش من الجانب الانساني والجانب الاجتماعي، فقط تطبيق القانون، وماشي حتى القانون، تطبيق ما يملى عليهم من طرف اسيادهم، وعن سبب اختيار مؤسسه خاصه للتخييم. قالت المصادر ذاتها انه في اطار برنامج عطله للجميع، تطلب وزارة الشبيبة والرياضة من الجمعيات المعنية بالتخييم البحث عن فضاءات خاصة للتخييم، يعني حتى الفضاءات لو ماشي، انا عفوا انا قلت في الاول انها مدرسة عمومية، هي مدرسة خاصة، يعني حتى الفضاءات العمومية التي كانت تتاح، انا باقي عاقل شحال هذه فضاءات عمومية تتاح للجمعيات، باش كتكون الكلفة ديال المخيم رخيصة بالنسبة يعني الاولياء الاطفال، بسبب ضعف وقلة الفضاءات التابعة للوزارة، ماشي سبب ضعف الفضاءات التابعة للوزارة، بل لان الفضاءات التابعة للوزارة ولاو كيستثمروها وكيكريوها في الصيف، ودونك الاشياء التابعة للدولة اللي ممكن انها تتاح بارخص الاثمان او بالمجان للجمعيات باش كيتأوي الاطفال، ولات كتقل، والتي لا تغطي الا 60% من حاجيات فضاءات التخييم خلال الفترة الصيفية، ما يدفع الجمعيات الى البحث عن فضاءات خاصة منها مدارس خاصة تؤدي سومة كرائها، وتحل في المكان لجنة خاصة من وزارة الشباب والرياضة للتأكد من توفر شروط ايواء الاطفال في المكان قبل الترخيص له، يعني هما تم الترخيص لهم، وهو ما تم بالفعل في مخيم وادلو. وعن وضعية الاطفال من في مخيم وادلو، قالت المصادر إن الأطفال الذين وصلوا إليه عاشوا يوما وليلة في الرعب، ملأها البكاء، يعني الصورة تعبر عن كل شيء، يعني هما مضوين غير بالبورتابلات، شي مخشيف شي، جالسين في الأرض، يعني حتى الغرف ديالهم اللي كانوا غادي ينعسوا فيهم تم الحجز على الأفرشة ديالهم، الطبخ اللي جاه الجوع ولا شي حاجة في الصباح راه باقي لحد الساعة، إلى حد الآن هاد الأطفال يعني تم الحجز على الافرشه ديالهم وعلى يعني المعدات ديال الطبخ ديالهم. راه كاين واحد المقال واحد اخر، هو لا زالت ازمه منع 250 طفل من التخييم الى غايه هذه الساعه، هذا المقال يلاه تكتب مع الربعة ديال العشيه بتوقيت المغرب، يعني من البارح في الليل الاطفال مازالين بدون افرشه ولا اكل، ما عرفتش كيفاش كيديروا كياكلوا ولا هذا، المهم ديباناو راسهم ما ديباناوش راسهم، المهم ان الدوله تمنعهم من الاكل والشرب والنوم. لازالت ازمه 250 احدى المدارس منطقه وادلو متواصله منذ ليله امس الاحد، فبعد لجوء السلطات لمنع المخيم رغم توفره على الترخيص، تدخلت وزارة الشبيبة والرياضة صباح اليوم الاثنين لمحاولة فك الأزمة. وفي ذات السياق أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الشباب والرياضة أوفدت صباح اليوم الاثنين، يعني تال الصباح عجا شي موفد من الوزارة لمعاينة مكان تخييم، وهذه الخطوة كتدار قبل ما يرخص للجمعية بالتخييم، هما عاد جاو دابا باش لمعاينة مكان التخييم، إلى جانب ممثلين عن الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي لمعاينة المكان ومدى ملائمته للتخييم، يعني حتى ولم إن لم يكن لهذا المكان ملائما للتخييم، يعني فالإجراءات التي تقوم بها، يعني هادشي اللي درتوه يجعل الظروف عدم ملائمة أكثر مما كانت عليها، فرضا إذا كانت الأمور يعني الوضعية غير ملائمة، انت غادي تشوف البعد الانساني، ما غاديش تجي وتقطع لهم الماء وتقطع لهم الضوء وتاخذ لهم يعني الماعن باش كيطيبوا وداك الشيء وتحجز لهم الافريشه، يعني ما غتخليهمش ينعسوا، غيبقاو واقفين غيجلسوا في الارض، شنو ما فهمتش كيفاش كيفكروا هاد الناس، مادام عندك في هاد البلاد عندك سلطه تدير فيها ما بغيتي، تعتدي على رجال على مواطنين على اطفال، لا حسيب لا رقيب، وكان شي قانون في ديك البلاد ولا في هذه البلاد هذه السعيده، فيجب محاسبه رجال الامن والدرك والذي اعطاهم الاوامر، يعني اللي باش يتعاملوا مع هاد الاطفال كانما يتعاملون يعني مع عدو في حرب ولا ولينا في مخيمات للاجئين، يعني اسرائيل ما كديرش بحال هاد الخطوات هذه، الى جانب ممثلين الوقايه المدنيه
قد رخصت من قبل الجمعية بإقامة مخيمها الصيفي في هذه المدرسة الخاصة. وحسب ذات المصدر فإن خدمات الطعام في المخيم توقفت اليوم الاثنين، يعني النهار كامل ما كلاوش بشكل كامل، ما يعني أن أكثر من 200 طفل بدون أكل اليوم. يعني لحقاش ملي كنبقى تنهضر تيقول لك الناس أنا كنزيد فيها، هو الخبر كما هو، يعني 250 طفل بدون أكل منذ الأمس، منذ أن تم حجز المطبخ والمعدات اللي في المطبخ والأفرشة ديال الأطفال. يعني شنو الهدف؟ انك يعني عندك شي مشكل غادي تفكو مع القائمين على المخيم، ماشي غادي وغتحجز على المعدات التي توفر الراحه لواحد 250 طفل الى حين اتخاذ اللجنه لقرار جديد في شان المخيم. المهم الاطفال غيبقاو بدون مرحاض، بدون اكل، بدون شرب، بدون ماء، بدون كهرباء، حتى اللجنه تجي وتدور وتاخذ القرار وشوفوا هما شنو غيقول لهم راسهم، كيفاش كيتعاملوا مع داك الاطفال اللي جالسين كيعذبوا فيهم من البارح، اما بالسماح للجمعيه بالاستمرار في مخيمها أو البحث عن بديل آخر في المنطقة أو منعهم بشكل كامل كما حاولت السلطات منذ أمس. وشنو هي الأسباب؟ الله أعلم. إذا عندهم شي مشكل مع صاحب المدرسة الخصوصية أو هما الناس بغاو يستغلوا المدرسة الخصوصية في شي حاجة، يعني هي مسألة مصالح وتضارب مصالح ما عندها علاقة لا بتراخيص ولا شي حاجة، لأن الجمعية دايرة المسائل القانونية ديالها كما ينبغي. وشكون اللي مصيفط السلطات يعني هذه الجريدة؟ لا يعني ما جاتش بشي اسم، الاسم الحقيقي الذي الشخصية الحقيقية التي هي وراء مثل هذه التصرفات. ومن هنا يتضح أن هذه الدولة ولات كتحكمها العشوائية، ما كان شي حاجة سميتها تقديم الخدمات للمواطنين، يغلب عليها المصالح واللي حقر على شي فار كي كنقولوا باللغة ديالنا الدارجة كيقطع عليه الزنطيطة ديالو. اللي عنده شي رجال سلطة كيدير ما بغى، متحكم كيتحكم فيهم، تيدير ما بغى كما داروا يعني بنفس الطريقة الإجرامية فاش كانوا كيخرجوا الناس الساكنة ديال دوار حسيبو، كانوا يغيرون عليهم ليلا وكيجيو وكيدخلوا وكيقتحموا المكان وكيخرجوا العائلات للزنقة وكيخرجوهم من المنازل ديالهم. نفس التفكير المخزني، يعني سواء كان من أمامهم طفلا أو مسنا أو امرأة أو عجوزا ما عندهمش الفرق، فقط تنفيذ الأوامر بنفس الطريقة الغبية والسادية. دمتم في رعاية الله، باش ما نزيدش نطول عليكم، واخا ما كنبغيش نهضر مني كنكون معصب، ولكن دعت الضرورة بعض الأمور لا يجب السكوت عنها، وهذه هي الصورة التي جاءت في الخبر للأطفال، يعني وهم خارج المخيم مكدسينهم في واحد المكان جالسين على الأرض ممنوعين من النوم. لو جينا كون جينا في شي بلاد ديال دولة الحق والقانون، يعني من يتصرف هذا التصرف في حق الأطفال ويقوم باحتجازهم خارج المكان الآمن الذي كانوا فيه لكان غادي يدخلوا للحبس كاملين، يعني حتى دوك البوليس اللي قاموا يعني بتنفيذ هذه الأوامر، لأن مثل هذه الأوامر لا تنفذ في حق أطفال مغير لكانت من طرف مجرمين تابعين لمجرمين، ونحن أصبحنا في دولة الإجرام، يعني من رأسها إلى أخمص قدمها، يعني من البداية ديال الحمادي إلى أصغر موظف في هذه الدولة، لا حسيب ولا رقيب. والسلام عليكم ورحمة الله.